هاي بيبيز ويلكم باك، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ شفنا تكونوا بخير ولا خير. اليوم غادي تدوزوا معايا يومين. النهار الاول هذا غادي يكون ديال الامتحانات، كان عندي راتراباج وكان خصني نمشي ندوز، ففقت الصباح مع 8:30 كان عندي حتى ل10. صافي البنات قديت مكياج خفيف ظريف، من بعد مشيت كنلبس. هنايا البنات كنت كنختار شنو غادي نلبس وبحال ما خصني حتى شي خير. المهم صافي البنات، من بعد هنايا اختاريت سروال تريكو جاكيطه كسوه عاديه في الصباح، وصافي مكانش عندي المود نلبس شي حاجه. درت البارفان ديالي، هزيت الساك وصافي وريتكم هنا اللبسه، ومشيت نصايب الفطور حيت كان خصني عاد نمشي في البوس. فصافي هنا صايبت الفطور، الفطور ديالي كان بيض مع موتزاريلا، كيعجبني بزاف ندير البيض مع موتزاريلا. ودرت لا دانت فومي ودرت هذيك الخبزه ديال تاكوس، جربوها البنات كتجي زوينه. غير شنو هي، انا كنت بغا نصايب واحد الحاجه وصدقت لي واحد الحاجه اخرى. المهم ما علينا، جات زوينه في المذاق. صافي البنات من بعد مشيت لافاك، هنا كنت وصلت كنتسناهم يحلوا لنا لي سال. صافي البنات شديت بلاصتي هنايا وكنتسناهم يعطيونا الوراق ديال ليكزامان، كانوا مازال ما جاو لي بروف. صافي هنايا تلاقيت نهيله. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني واش نهيله كتقرا معاك، لا البنات ما كنقراوش بجوج، كلها والكليه ديالها. صافي هنايا غاديين كنتمشاو، كانت الشتا وكان الجو زوين، وقلنا علاش لا ما نمشيوش نريحو في واحد البلاصه ولا في شي قهوه. وصافي البنات نخليكم على فيديو. معرفتش كتسمعوني ولا لا، جيت انا ونهيرة للقهوة. صافي قسنا شحال ما قسنا حسنا. صافي قاسي شادي الشياخة، واحد شوية غادي نطلع للدار باش نمشي نتغدى راكم عارفين، ندير القيشة ديال الغدا وهي هذيك نتقاشعو من بعد. صافي البنات مشيت للدار ضربتها بنعسه، فاش فقت صايبت بلاصتي، قديت هنايا شويه البيت، مسحت الغبره حيت فديك الوقيته اللي كان عندي ليكزامون كنت كندير حتى شي حاجه. صافي البنات هنايا قديت واحد لاكوافيز كانت عندي قدام ناموسيه، قديت بلاصتي. اول حاجه كنقدها هي بلاصتي حيت كنحط فوقها الكسوه اللي خصها تطوى. صافي هنا مسحت المرايات وصافي البنات ما درت والو هذا النهار كما قلت لكم. هنا وريتكم الساك كيفاش كان ورا لي زيكزام. صافي نخليكم البنات مع نهار الزواج شنو درت فيه. البنات دابا غادي ندخل ندوج، بغيت نشارك معكم لي برودوي اللي كندير. اول حاجه البنات نبداو بالشامبوان، ديوش على يدي شوفوا الشامبوان اللي كندير هو هذا البنات ديال الورد، يعني ماشي هذاك ديال النعناع ولا مانيش عارفه. هذا البنات خطير بالنسبه للبنات اللي عندهم القشره، انا كتجيني فاش كيجي البرد الفروه ديال شعري كتكون ناشفه، فكنغسل به ما كيخليش القشره، وحتى الريحه ديالو فنه فاش كنغسل به كلشي كيبقى يسولني شنو دايره لشعرك واش دايره بارفان لشعرك. ريحه البنات فنه 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 وكيرد الشعر نقي. بالنسبه للبنات الجلد واش كندير هذا ديال لوكس، عرفتوا البنات ريحته خطيره خطيره خطيره، الريحه ديالو ما نقدرش نوصفها لكم، ولكن فاش تبغيو تاخذوه سيرو شموه وغتعرفوني على ما كنهضر. من بعد البنات غادي ندير هذا الكونديشنر هذا ولا هذا ماشي كيقولوا ليه لابخي شامبوان كي اس بيوتي، نخلي لكم هنا لاباج ديالهم زوين بزاف البنات، والريحه ديالو خطيره. والحاجه المهمه هو ما فيهش سلفات ما فيهش بارابين. هذا البنات كندير هاد ستيك هادي ديال دوف، وكندير هاد ديودورون هادي ديال ناغطا من وراها كتخلي ريحه زوينه. ومن بعد البنات غادي ندير هاد البارفان هادي سميتها فيرجين بيوتي، عرفتوها البنات الا لقيتو بحالها غير خدوها، كتبقى في الحوايج والريحه ديالها فنه ديال هاد الوقيته هادي ديال المشتى، فزوينه البنات بزاف الا لقيتو بحالها خدوها، تقدروا تلقاوها عند لي بارفيمري. خديتها ب 50 درهم. شنو غادي نلبس؟ غادي نلبس هاد السروال هذا ديال التوب مع هاد التريكو هذا جاي طول شويه، وهاد الشال هذا. صافي البنات غادي نلبس واحد السبرديله ديالي. المهم البنات خرجنا روطار حتى لديك شوفوا رجاء فراها. صافي البنات انا جالسه هنا كنتسناهم، خرجنا روطار شويه دابا البنات غادي نمشيو للمدينه. الا لقيت شي حاجه نصورها لكم غادي نصورها، والا ما لقيتش الناس جايين نبقاو نقولوا هادي شنو راه دير. كما قلت لكم
الا لقيت شي حاجه نصورها غادي نصورها لكم، ما لقيتش ما غاديش نصور صافي حتى نجي للدار وصافي. هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. يلاه جيت خديت بزاف ديال الحوايج بغيت نشاركهم معاكم. فخرجت للمدينه شحال ما خرجت وكان خصني بزاف ديال الحوايج، وقلت علاش لا ما ندير لكمش مشترياتي، حيت فاش كنبغي ندير شي فلوغ اولا فاش كنبغي ندير شي روتين كنبغي ضروري ندخل لكم فيه شي مشتريات هكا باش ما تملوش. فاول حاجه بنات غادي نحيد عليا الحوايج اللي كيتهرسوا باش هكا نحطهم فوق هادي، حيت مع انا فيها برجاف ما عاودش ليكم. المهم كانوا خاصين البنات هذوك لي كاب اولا دوك الكيسان ديال القهوه، حيت انا واحد الانسان اللي كتعجبني القهوه، فخديت واحد الكويسات اللي زوينين كيجيو كيوت. فاول كاس البنات كيجي بحال هكا، بعدا هاد جوج كيسان هادو اللي خديتهم دايرين 35 درهم كيجي بحال هكا، كيجي كيوت كيوت كيوت، وكتجي فيه هاد اللعيبه هادي باش كتبلعو. فوالا هكا كيجي زوين داير 35 درهم كما قلت لكم البنات. خديت واحد اخر، انا باقي كيعجبوني هاد الحوايج ديال البراش ما عرفتش علاش، خديت واحد الكاس واحد اخر اللي هو شويه بعقلو شويه. المهم هاد الكاس هذا البنات حتى هو كيجي في هاد اللعيبه داير حتى هو 35 درهم وكيجي بحال هكا، داير بحال دوك الكيسان اللي كاينين في انستغرام اللي كيديروا هنا فيهم لي غلاصون كيديروا فيهم القهوه، عاد كيجي واعر كيجي واحد المنظر فن. هذا كيما قلت لكم البنات حتى هو داير 35 درهم، هادو خصني نغسلهم قبل ما نشرب فيهم طبعا. المهم خديت كيسان باش نبقى نشرب قهوه. نبقاو في هادشي ديال الماعن، شريت الماعن، نبقاو في هادشي ديال الماعن. خديت هاد البلاطو، هذا البلاطو هذا الصراحه ما بقيتش عقل على الثمن ديالو، لكن كان رخيص كان يمكن داير شي 15 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. بغيت نحط فيها البنات شي حاجه كيجي زوين وحتى في المنظر زوين، كما قلت لكم ما كانش غالي بزاف كان 15 درهم ولا مانيش عارفه شحال، كان رخيص. من بعد البنات خديت هاد الطابلو، هاد الطابلو هذا يمكن كان داير شي 23 ولا 20 بحال هكا، ما بقيتش عاقله حتى هذا ما عرفتش شنو كاتبين هنايا. المهم هاد الطابلو هكا كيجي هذا فيه في الدوغي، بغيت نحطو فوق هاد اللعيبه هادي اللي عندي هنايا. باي ذا واي البنات كتقولوا لي ديري لنا روم تور، راه مازال ما كملتش البنات البيت، يعني كيخصني فيها شي اتاويش شي لعيبات كيخصني نكملهم، فان شاء الله فاش غادي نكملهم غادي ندير لكم روم تور كونوا اكيدين وغنعطيكم داك الشيء بلا ديتاي. فكيما قلت لكم هذا خديته يمكن شي معقش صح على الثمن 28 ولا مهم غير في العشرينات. وهاد الدوغي هذا البنات غادي يكسر شويه هاد البيض هذا اللي عندي في البيت، فبغيت نحطو فوق هاد اللعيبه هادي. فوالا هادشي اللي كاين. بعد البنات خديت واحد الساعه هذيك اللي راه محطوطه هنا، وغادي نحط لكم فيديو باش تشوفوها مزيان. هاد الساعه البنات كنت لقيت بحالها في شي ان وكنت باغا نشريها، ومن بعد فاش خرجت لقيت بحالها في المعرض وقلت غنشريها غير من هنا علاش انا غادي نتسنى 20 يوم ولا 15 يوم. فوالا كتجي بحال هكا، هذا هو الباكيج ديالها. وفوالا كتجي هنا الساعه، تقدروا نتوما تختاروا اي لون، كاين فيها الزرق كاين فيها البيض كاين فيها الخضر، انا ما لقيتش البيض كنت باغا ناخذ في البيض خديت الزرق. فزوينه البنات، غنحط لكم هنا الفيديو ديالها ولا التصويره. وكتجي كيما قلت لكم هنايا ودايره 120 درهم في هذاك المعرض، وفي شي ان شويه رخيصه دايره يمكن 102 دراهم يمكن الا بقيت عاقله. فغير كتبوا ساعه تخرج ليكم ويخرج ليكم بزاف ديال السوايع بحالها. هي البنات هنايا حطاها. من بعد البنات خديت هاد لي لانجات هادو، يمكن كانوا دايرين شي 10 دراهم لان ما تعرفش البنات الريحه ديالهم شحال زوينه. هادو البنات انا كنمسح بهم الماسكارا، حيت ما بقيتش كنمسح الماسكارا بالاومي سالير، وليت كنمسح غير بلي لانجيت. فالبنات خذوا لي لانجيت ومسحوا بهم الماسكارا، اما وجهي حتى كنغسلو يعني ما كنمسحوش بهم، وزوينين البنات كيحيدوا مزيان الماسكارا. شنو اخر شنو خديت اخر؟ من بعد هادو بلا ما نهضروا عليهم هادو ضروري يكونوا وصافي البنات. هادشي اللي كاين، بغيت دائما البنات نشارك معاكم هكا حويجات باش حتى نتوما تستافدوا. البنات اللي كانوا باغيين ياخذوا شي حاجات يعرفوا الثمن ديالهم، البنات اللي باغيين ياخذوا الحوايج، المهم انا كنقول لكم وصافي. نمشي ندير هاد الطابلو هذا الصغير اللي وريته لكم،
نمشي نحطو فوق هذيك نشوف كيفاش غادي يجي واش غيجي زوين. هذا اللون هذا البنات ما زعمتش ناخذوه حتى فكرت قلت غادي يكسر لي هذا اللون هذا ديال الابيض. بالنسبه للثمن راه حاولت نقول لكم كل حاجه والثمن ديالها. علاش ما كنقولش الثمن؟ حيت انايا فاش كنمشي ناخذ الحاجه كناخذ خطره واحده فهمتوا، يعني صعيب عليا انني نبقى عاقله، فقلت لكم يعني الثمن اللي عاقله عليه وصافي. يلا هيا بينا. فوالا البنات كيفاش كيجي هذا الطابلو، هذا كيجي شويه صغير، غادي نديرو هنايا هنايا ونوريكم كيفاش غادي يجي. هو واخا صغير ولكن ناري غادي نطرح. شوفوا انا حبيت نبدلو هاد الضو، هاد الزرق ما عجبنيش باش نوريكم. نديرو هذا شوفوا البنات، شوفوا البنات انا حبيت. شوفوا انا باقا بحوايجي، المهم كما قلت لكم قولوا لي الراي ديالكم كيفاش جاكم. البنات كيفاش دايره فنان البنات، شوفوا فاش كنشعل هذا اللاد هذا الزرق. كنت باغي ناخذ في البيض ولكن دوماج ما لقيتش في البيض، لقيت غير في الزرق الخضر. ما بغيتش ناخذ الخضر، خديت هذا الزرق هذا حتى هو زين اللي خديت. بغيت نوريهم لكم على القرب، طبعا هنا ما غاديش نخليهم حيت راكم عارفين نقدر نطيحهم. هكا كيجيو، وهذا كيتحل منا خصني ضروري نمشي نهبط باش نغسلهم. وفوالا هادشي اللي كاين، وهذا هو البلاطو.